شوف وصلنا 9000 اكس بي. كيف الحال يا شباب؟ في البدايه تقول الله صل على النبي، اللهم صل وسلم عليك يا نبي. اليوم جايب لكم جليتش جديد، صراحه الاكس بي حقه خفيف بس انه مستمر وما يقطع نهائيا، يعني يعطيك اكس بي لا نهائي، تمام؟ في البدايه نضغط مربع ونروح الى رمز الجزيره، هذا رمز الجزيره الظاهر امامكم. طيب اول ما حيبدا حيجيبنا هنا، هيلاحظوا معي عشان ايش الجليتش هذا يبغى له حركات كثيره. تطلع هنا وتطالع على فوق وتنط، حيطلعك هنا. تيجي عند البيضة هذه شايفينها؟ تضغط عليها مربع 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 لين ما يبدا الجليتش يشتغل، تمام؟ طيب انتم شايفين بيعطينا اكس بي مرة قليل، تقدروا تزيدوه. شوف لاحظوا، ترجع من هنا، في عندك هنا ريفتين شايفينها؟ هذا الريفت وهذا الريفت، تاخذ هذا الريفت. حيجيبك هنا. والاكس بي يظل شغال يعني ما حيوقف. هتيجي عند ورا الكابينة هذه، شايفين الكابينة هذه؟ وراها. تيجي هنا يقول لك اضغط مربع، شوف. اقعد ضغط لين ما يزيد معاك. تمام؟ طيب. حيقعد يزيد معاك، طول ما انت بتضغط مربع بيظل يزيد معاك. شوف، وصلنا 9000 اكس بي، تمام؟ من حساب لحساب يختلف، إذا أنت دخلت قبل كذا يعني أطوار كثيرة وحرقت اكس بي كثير هيعطيك قليل، لكن إذا أنت لساعك أول مرة تدخل هيعطيك اكس بي مرة، تمام؟ إن شاء الله يكون الجليتش عجبكم، وحاولوا تنشروه في كل مكان عشان الكل يستفيد، كذا وصلنا لنهاية مقطعنا، أتمنى أي شخص ما اشترك في قناتي يشترك في قناتي، ولا تنسوا تفعيل زر الجرس، ولا تنسوا استخدام كود الايتم شوب X2X2. وأهم شيء لا تنسوا تدعموا المقطع بلايك، وإن شاء الله نتقابل في مقطع آخر، وفي أمان الله.